بسم الله الرحمن الرحيم. أولا مبارك لكم تأهل كمتصدر المجموعة، تحقيق فوز كبير، فوز تاريخي على المنتخب الياباني، لكن أتمنى أن هذا ما يكون هو أقصى طموح المنتخب العراقي، أن الفوز على اليابان. الفريق يمتلك الإمكانيات الكبيرة، الفريق يعني عنده روح يلعب بروح، فنيا فريق متميز، عنده لاعبين على أعلى مستوى، عنده نقطة مهمة تفتقدها أغلب الفرق، الفريق العراقي عنده أكثر من لاعب هداف يلعب، عنده أيمن حسين، غياب أيمن ميمي موجود، غياب ميمي علي حمادي موجود، الفريق عنده عناصر مكتملة في كل الخطوط. هذا الأمر أدى إلى تقديم الفريق أعلى مستوى في المباراة الثانية أمام المنتخب الياباني، استفاد من الأخطاء اللي حصلت أمام إندونيسيا خاصة في الجانب الدفاعي، عدل وضعه في الخلف في الوسط الدفاعي وفي الدفاع. أتمنى أن الفريق يستمر على أداء تصاعدي في مباراة فيتنام، لا ينظر للمباراة على أنها مباراة لتأدية الواجب. الفوز في المباراة لارتفاع الروح المعنوية مهم للفريق العراقي في الدور الثاني. فوز العراق على اليابان أعطى دفعة للفرق العربية الأخرى أنه ماكو فريق كبير، ماكو فوارق، الملعب يعطي من يعطيه. بكل تأكيد يعني إحنا مثل ما قلت لك أنا قبل، المنتخب الياباني هو على الورق مرشح الأول، ولكن الفريق ما قاعد يترجم هذا الأمر. وفوز المنتخب العراقي على اليابان، الظهور بهالمستوى بهالروح هذه، اعطت كل الفرق الثانيه مو بس العربيه ترى، يعني شوف حتى الفرق الثانيه قاعده تقدم مستويات كبيره امام الفرق اللي اعلى منها، مثل ماليزيا احرجوا المنتخب البحريني، هونغ كونغ احرج المنتخب الايراني، تايلاند احرجت المنتخب العماني. الفريق العراقي اعطى درس لكل فرق البطوله ان بامكانها الفوز، بامكانها توصل لاعلى مستوى لاقصى نقطه. كيف شاهد تعامل مدرب كاساس مع المباريات؟ أنا اللي لفت نظري إن المباراة الأولى كان هناك بعض الأخطاء الدفاعية في الفريق، ممكن يعني بعض أخطاء التمركز وغيره، هذا الأمر أدى إلى تلقي الهدف الوحيد من أندونيسيا، ما كان الفريق يجب أن يتلقى هدف في المباراة الأولى. المباراة الثانية الفريق تحسن كثير من ناحية الأداء الدفاعي ومساندة خط الوسط للدفاع، هذا الأمر تحسن، تحس إنه موجود عمل مدرب تغيير للأفضل من المباراة الأولى للمباراة الثانية. لو طلبت منك ترشح الفرق اللي ممكن تتأهل للسيمي فاينال من بعدها للفاينال؟ شوف هي الحين على الـ على الـ على الورق، على اللي شفناه حاليا، المنتخبات اللي قاعده تقدم افضل المستويات هي المنتخب العراقي بدون مجامله، بس هذا الامر واضح يعني، والمنتخب القطري يعني هم افضل منتخبين. المنتخب السعودي مستواه يتحسن من مباراه لاخرى، وممكن نشوفه بشكل افضل في الدور الثاني، يمكن هذا حاليا ثلاثه فرق هي اللي لفتت المستوى. يمكن شوف المستوى، المنتخبات المرشحه استراليا ما ظهر بالصوره المطلوبه، ايران نفس الشيء، ممكن كوريا المباراه الاولى ظهر امام البحرين بس المباراه الثانيه ما قدم المستوى، فلذلك الفرق هذه العراق وقطر هي افضل مستوى حد الان. سؤال اخير، كيف شاهد تفاعل الجمهور العراقي مع المباريات؟ الجمهور العراقي ما قاعد يتفاعل مع المباريات فقط، الجمهور العراقي قاعد يتفاعل مع البطوله بشكل عام، الجمهور العراقي قاعد يسوي جو في كل مكان موجود في البطوله، في سوق واق اكيد بكل تاكيد هو ملح البطوله للجمهور العراقي، وانا اتوقع ان الجمهور العراقي راح يتواجد بشكل اكبر واكبر في الادوار، في الادوار الثانيه، وان شاء الله نشوف الجمهور العراقي يملي الملعب باستاد وسيل في النهائي ان شاء الله. الله يسلمك، حياك الله، يحييك.